تقدر في 10 أيام. مبادرة أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، مستهدفة تقديم المراجعة النهائية والشاملة لطلاب الثانوية العامة في كافة المواد الدراسية مجانا، بالإضافة لتقديم الدعم النفسي للقضاء على قلق وتوتر ورهبة الثانوية العامة، تخفيفا للعبء عن كاهل أولياء الأمور. فكرة المراجعة دي فكرة يعني من وجهة نظري هي فكرة عبقرية. الطالب بيجي بتراجع معاه المادة كلها من الـ A to Z، مجموعة من أمهر المدرسين والكفاءات التربوية والتعليمية، بالإضافة طبعا يتخللها محاضرات نفسية والدعم النفسي زي ما حضرتك عارف. الغرض الرئيسي للمبادرة إن احنا نرفع الكاهل على الأسرة المصرية، إن احنا نقول احنا جنبهم، نعمل دعم نفسي للطلاب، وإن احنا نساعدهم إزاي إن هم يستفيدوا، إن هم يكونوا ما فيش عندهم أي أنواع التوتر. ها هنا بمدرسة فاقوس الثانوية للبنات بمحافظة الشرقية، تفاعل كبير بين معلم اللغة العربية وطلاب وطالبات الثانوية العامة، وسط إقبال كثيف من الطلاب الذين عبروا عن الاستفادة الكبيرة من هذه المبادرة. بنستخدم الفيديوهات وعندنا البروجيكتور شغال، السبوره والقلم شغالين، بنوزع على الطلبه ممكن ورق في خلاصه المحاضره اللي احنا بنقولها عشان يكون في استيعاب من الطالب وتفاعل جذاب بين الطالب وبين المعلم. استفدنا كتير قوي بجد، بنشكر المبادره على طريقه شرحها، طريقه الشرح مختلفه عن طريقه الشرح المعتاده، وبشكرهم على حسن اختيارهم للمدرسين، بجد هم اختاروا افضل مدرسين على مركز فاقوس. كله بالمجان وكل الخدمات متوفره، وبيوزعوا علينا كمان ميه وعصير وباتيه. فريق كبير من المتطوعين والمتطوعات التابعين لمؤسسه حياه كريمه يقدموا كافه اوجه الدعم الفني واللوجستي لهؤلاء الطلاب، فضلا عن دورهم الكبير في التنظيم. المبادره اللي احنا فيها ديت لازم كلنا نبقى متعاونين مع الطلاب، ولازم نوفر لهم يعني الدعم النفسي، بنوفر لهم كل الخدمات وكل حاجه هم محتاجينها على قد ما نقدر، وبنساعدهم في كل حاجه هم عايزينها. اسعد اوقاتنا لما احنا بنسمع من الطلبه طبعا ان هم استفادوا، واحنا طبعا جبنا افضل المدرسين اللي هم اختارهم الطلبه يعني بالنسبه استفادوا من حاجه زي كده. كل واحد ليه مربع مسؤول عنه، في اللي بينظم الطلبه للدخول، في اللي بيقدم الدعم اللوجستي للطلبه، عندنا هنا ميه بتتقدم عشان حراره الجو، عندنا عصير بيتقدم هنا حراره الجو. قبل انطلاق ماراثون الثانويه العامه بايام قليله، اقبال كثيف من جانب طلاب وطلبات الثانويه العامه، اقبال يؤكد على نجاح مؤسسه حياه كريمه من خلال مبادره اطلقتها تحت اسم تقدر في 10 ايام على جذب هؤلاء الطلاب نحو شرح واف وشامل لمناهج الثانويه العامه من جانب، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للقضاء على قلق وتوتر الثانويه العامه من جانب اخر. من مدرسه فاقوس الثانويه بنات بمحافظه الشرقيه، محمد عبد الصبور، النيل للاخبار.